بفترة الحروب قديش بيصير عنا مشاعر من ألم واضطرابات، ممكن توصل معنا لاضطرابات نفسية نتيجة المشاهد والصور القاسية يلي عم نشوفها من دمار ودم وشهداء وجرحى وأطفال. يمكن قد ما كبرنا على حالنا قلنا أنه نحن ما بدنا نتأثر أو بدنا نضل قوايا أو بدنا نحاول أنه نضل صامدين، لابد أنه تظهر هي النتائج على صحتنا النفسية والجسدية. قد ما كبتنا بالأخير رح تظهر هي مشاعر الألم بطريقة أو بأخرى. صحيح يا عفاف، يعني مرينا بكتير بالحياة، صحيح. من أمور، من كوارث، من أزمات، من حروب، ونحن كسوريين مرينا بسنين حرب وأثرت هي الحرب علينا، واليوم الوجع عم يتجدد بالشي اللي عم بيصير بفلسطين، بالألم يلي عم يلحق بأهلنا بفلسطين وقطاع غزة. يعني هي المشاعر اليوم كيف ممكن نتعامل معها، كيف ممكن نخففها، كيف ممكن نسيطر عليها؟ كتير من التفاصيل، كتير من الأسئلة والاستفسارات يلي رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الأستاذة آلاء الدغستاني، أخصائية نفسية واجتماعية. يسعد صباحك. يسعد لي صباحك وصباح الجميع. يسعد صباحك. يسعد لي صباحك. يعني عم نحكي اليوم على موضوع مو بس بخص الأطفال، نحن كمان كبار بجميع مختلف الأعمار، الواحد ما فيه ما يتأثر، يمكن قد ما خبى بدها تطلع بطرق تانية هو ما بيعرف فيها. صحيح. اليوم نحن كيف نعرف حالنا أنه نحن عم نشعر بالألم الشديد نتيجة مشاهدة هي الصور ولا المشاهد، إن كانت عنف أو حروب؟ هلأ أول شيء دائما الإنسان، أنت قلتي إنه فينا ما نتأثر، لا هو إجباري، نحن كل إنسان حيتأثر بأي شيء بشوفه أو أي شيء بيسمعه على حالة. أوكي، المكابرة هي إني أنا حاول إني أعمل، لأنه في مفهوم هو مفهوم القوة. مفهوم القوة هو ليس بإنه أنت ما تتأثر، بالعكس أنك أنت تدرك أنك أنت تأثرت، وأدرك إني أنا شعرت شعور وأعرف حدد شعوري وأبدأ أتعامل مع هذا الشعور. كيف فيني أعرف أنه أنا تأثرت؟ مباشرة الشيء الأساسي اللي بيبين على أي إنسان هو تأثر هو أنه حيبدأ يكون عنده أول شيء غضب، يعني حيلاقي حاله أنه عم يتصرف بطريقة ممكن تكون عصبية أو ظاهر فيها التوتر مع الآخرين، وممكن يكون عندي هو شعور الحزن اللي مرافقني دائما. لما ببلش شعور الحزن دائما مرافقني او شاعر انه ما في نكهه للحياه، فهذا اكيد دليل اساسي انه انا عن جد كثير تاثرت بالشيء اللي انا شفته او الشيء اللي انا حضرته. خلينا نتعرف اكثر، مين هنون الفئه العمريه اللي ممكن ينصابوا اكثر بهي المشاعر؟ هل هنون الاطفال، هل هنون الكبار، المراه، الرجل؟ بيقولوا لك انه المراه عندها مشاعر دائما ممكن تتاثر، بينما الرجل هو قادر اليوم يتحكم بمشاعره. هلا الحقيقه الفئه اللي اكثر شيء ممكن تتضرر ممكن نحن نقول هي فئه الاطفال، لانه الشيء اللي اذا ما تعاملنا معه بشكل صحيح عند الاطفال يلي رح يصير انه هذا الشعور تخزن. ليش؟ لانه العقل الباطن عندي انا بخزن الحدث مع كميه المشاعر كلها يلي صارت، يعني كل الاشياء، كل الاصوات، الرائحه، كل شيء صار بوقت هذا الشيء او هالشيء اللي انا شفته بالتلفزيون، فانا كله بيتخزن عندي بذاكرتي وبيضل. اذا ما اشتغلنا مع هذا الشعور الان هو مخزن الى وقت لاحق باي اشاره ممكن يفتح عندي هذا الشيء. وكل الاشخاص بيتاثروا، بيختلف عنا انه المراه ممكن تكون لانه تتعامل مع مشاعرها اكثر فهي بيظهر عليها الاثر الاكبر انه هي تاثرت، ولكن برضه الرجل بيتاثر بس هو انه بيكبت الشعور. تمام. نعم. يمكن لهذا السبب او مو يمكن اكيد بصير عنده امراض قلب وجلطات ونتيجة هذا الكبت. طيب خلينا ننتقل لطريقة التعامل مع هاي الحالات، إن كان خوف أو ألم. ممكن يصير ناس كتير ممكن أكيد تجهل طريقة التعامل الصحيحة، يتصرفوا تصرفات بعيدة تمام البعد عن الطريقة الصحيحة، أنه شو ممكن أنا ساوي، ممكن أنا كسر، إلك أنا بدي فش غضبي، ما فيني أنا ضل كابتة، فأقوم كسر البيت أو عصب على كل العالم وتقاتل مع كل العالم. صح. بالمقابل فيمكن أكيد هي طريقة غلط. تمام. هلا نحن اكيد عم نحكي اليوم على ناس قاعدين ببيوتنا، نحن يعني نوعا ما احنا عندنا الامان يلي عايشين فيه ببيوتنا. نحن عم نحكي اليوم على عم ضروري اوضح هاي الفكره، لانه نحن عم نحكي هلا على ناس قاعده ببيتها تشعر نوعا ما بانه هي بامان ببيتها، بس هي عم تشوف احداث مؤلمه وعم تتاثر فيها.
يلي لازم أدركه جدا أنه أول شيء أكيد أنا حشوف أخبار، يعني ما فيني أقول أنه اليوم إحنا كلياتنا حنبعد تماما عن الأخبار أو عن أنه نعرف شو عم بيصير بالحياة، ولكن المهم جدا رقم واحد أني أنا ما ضل قاعد مع الأخبار أو أنغمس بحالة الأخبار 24 ساعة. حالة الإنغماس هي حالة بتاخدني لأني أنا أتدمر نفسياً بشكل أكتر، وأني غب مشاعر أكتر، وأني أبدأ أعيش الحدث وكأنه أنا معاهم وأثر على حولي كمان. أكيد يعني هلأ مثلاً كأم حتأثر كتير على تعاملها مع أولادها، حتأثر كتير على تعاملها مع زوجها، حتأثر كتير إذا عندها شغل، خلص هي غير قادرة، لأنه يعني المرأة مش قادرة تفصل مشاعريا بشكل كتير كبير، فبالتالي هذا الشيء كتير حيأثر على كل حوالي وأي شخص فينا. يعني الرجل حتلاقيه هو كتير معصب، ما عاد له خلق يحكي مع حدا، لأنه الرجل بهاي الطريقة هو بيعبر عن مشاكله بأنه هو ينعزل. تمام، الأطفال حنلاقي أنه نحن عنا مظاهر عنف، عنا مظاهر خوف، عنا مظاهر تبول لا إرادي بالليل ممكن تصير، تطلع بأشكال كتيرة الأشياء. ف مهم أنا واحد ما أنغمس بالأخبار، شوف الخبر على أنه خبر بدون ما أقعد أنغمس مع حتى الصور والفيديوهات الواردة والقصص هي اللي على السوشيال ميديا. اثنين، كتير مهم أني أنا أستمر بسيستم الحياة تبعي. يعني بدنا نعرف شغلة مهمة، أنه الإنتاجية هي أحد أصلاً الحلول العلاجية واللي بتساهم جدا بالمجال النفسي، انك تكون انسان منتج ويكون انتاجك هذا شيء ممكن يساهم للقضيه او يساهم لاهلك او للناس يلي انت زعلان من شانهم، لانه انتاجيتك انت من مكانك هي اكبر مساهم للاخرين ولمجتمعك كل اللي حواليك. فلما تشعر انه انت انسان منتج فانت بلشت تخفف وشغلك هو عباره عن تفريغ. نجي هلا لكيف انا اتعامل حرفيا مع مشاعر التوتر واللي غبيته انا والخوف اللي عندي. كتير مهم إذا أنا مع نفسي أني أعرف أنه أنا أول ما أشعر بمشاعر الخوف أو حسيت مشاعر الخوف عندي قوية أو التوتر عندي قوي، أني أنا أقعد وأعمل التنفس العميق. التنفس العميق أحد التقنيات اللي هي آمنة واللي بتساهم كتير لحتى أنا ريح مشاعري وبتوقف سلسلة التفكير الشديدة جدا. فأنا بكون قاعدة مثلا مثل هالقاعدة، فببدأ باخذ شهيق كبير من الأنف، زفير بطيء من الفم، كرر هاي العملية لحد مثلا 7 مرات، فبشعر بإني ارتحت. هذا فينا نقول حركة أولى أو خطوة أولى. الشغلة الثانية اللي مهمة أني أنا مثلا ممكن أعمل نشاط رياضي أو أطلع أمشي، لأنه هذا الشيء كتير حيساعدني على تفريغ هاي المشاعر. هلأ إذا ابني يلي حاسس هاي المشاعر، هذا يلي مهم صراحة، الكتير مهم أنه نحنا ما نقول له أي معلومة غلط، وما نحنا نسخف هذا الشعور، وبنفس الوقت أنه نحنا نسمعه. الاستماع هو أهم شيء لكل الأشخاص اللي عم بتعامل معهم إذا أنا حسيت عندهم حالات خوف توتر، لأنه هو لما يعبر عن مشاعره بشكل كامل هذا الاحتياج الأول يلي هو محتاجه. بعدين بسأله أنه شو الشيء يلي أنا ممكن ساهم لك فيه، فأنا هون ببدأ بعطيه شيء آخر هو محتاجه. بس الاحتياج الأول أني أسمع كل شيء، أسمع الشعور يلي حاسه والشيء يلي هو متضايق منه. اثنين، مهم جدا لأطفالنا اليوم أنه نشرح لهم القصة بشكلها الحقيقي ويعرفوا هاي القصة، وفينا ندعم هاي القصص بمثلا جانب مثلا روحاني يلي هو نعزز الجانب الديني، انه هذا الشيء اللي عم بيصير مثلا انه في عدالة إلهية بالنهاية، نحكي عن قصص قديمة، ندعم هذا الشيء لحتى نعزز له القيم. يعني احنا بهذا التوقيت فينا نعزز القيم، قيم العدالة، قيم الإيمان، قيم أخرى حسب بقى كل أسرة حسب ما هي بتشوف. بس فينا كتير نحن أنه نحكي القصة الحقيقية وندعم القيم بدون ما نخليهم يضلوا منغمسين بمشاعر الألم، وخاصة يعني في فكر، يعني هي الفكرة الأساسية أنه هذا الشخص أنه حتى لما هو عم بيموت فهو راح الجنة كذا، من باب أنه نحن نخلي الطفل عنده وعي مو بس منغمس بمشاعر الألم. وذكرتي نقاط جدا مهمة، إن كانت من خلال الإنتاجية أنه يكون الشخص مشغول، لأنه ما رح يلاقي وقت لحتى يفكر بالمشاعر أو الأفكار هي السلبية. مش يكون مشغول، هو أنه يكون عنده إنتاجية، لأنك تمام. أنت مشغول غير أنك تكون منتج.
أنا فين يكون مشغول وغير منتج، فبالتالي أنا بزداد تعاسة وبزداد تركيزي مع مشاعر الألم. لازم ولكن... يكون مرتبط بشيء من الإنتاج. تماماً. تمام. يعني أستاذة آلاء، لما نحكي ونقول مشاعر، مشاعر ألم، فقدان، نعم، وجع، عواطف، يعني أول شيء ممكن يخطر ببالنا إنه العلاج يكون نفسي. طيب اليوم في عنا علاج دوائي لهذا الموضوع؟ لا، ضمن تخصصي نحن الأخصائيين ما بيوصفوا أدوية، ولكن ممكن نعم لما بيتحول الموضوع ل كتير كبير. يعني شو مثلاً هي الحالة؟ شو فينا يعني هلأ نحن مثلا ممكن لكن مشاعر الألم والأشياء هاي ممكن تطلع عندي بأشكال مختلفة، مو بس مشاعر خفيفة. ففي ناس هيتحول عندها لنوبات هلع، ممكن تتحول بعد فترات لاضطرابات هلع. هون نحن بحاجة للطبيب أنه يشخص الحالة ويعطي فيها دواء مساعد للعلاج النفسي. نحن بنشتغل على العلاج المعرفي السلوكي، تمام. فهذا العلاج لحتى نكون قادرين على تطبيقه مع الأشخاص اللي الحالات عندهم صارت شديدة أو تحولت لاضطرابات إجباري، هو بحاجة لمتابعة دوائية من الطبيب، وهذا الشيء بيحدد الطبيب المختص. ولكن نحن كأخصائيين أمتى منقول أنه هذا الشخص بحاجة لدواء؟ لما منشوف أنه هو غير قادر على أنه نحن نمشي معه بالجلسة، فمنحوله على الطبيب حتى يروح لعند الطبيب يأخذ التشخيص والدواء المناسب لحالته، وبيرجع لحتى نحن نتابعه بشكل علاج معرفي سلوكي. ذكرتي نقطة كتير مهمة من شوي، إنه لازم نحن نسمع أطفالنا، يمكن حتى نحن الكبار نحن نعم. بحاجة لمين يسمعنا. بتذكر مرة شفت مشهد امرأة اتصلت بالطبيب النفسي وصارت تقول له إنه أنا بدي انتحر، فهو عطاها عدة نصائح لحتى ما تنتحر. فاتصلت فيه بعد فترة قال له شو عملتي من النصائح إنه لحتى ما انتحرتي؟ قالت له ما عملت ولا واحدة، بس لقيت حدا مين يسمعني. فلهيك إنه كتير مهم إنه اليوم كتير نسمع أطفالنا، وعن جد بحاجة لنسمع وحدا يسمعنا، نسمع كمان نسمع شريك حياتنا، نسمع تسمعي اختك، تسمعي رفيقتك. هذا شيء اساسي. لما انت تلاقي شخص عنده مشاعر الم، مشاعر حزن، مشاعر غضب، خاصة اليوم في ظل انه الناس اليوم عم تشعر بانه هي عاجزة عن انها تقدم شيء، فبدل ما انا اقعد اقول انه انت ما فيك تقدم شيء، لا توجه نصائح. لما تلاقي اللي قدامك متألم وعم بيعاني، لا توجه له نصائح، اسمعه، اتركه يعبر على الاخير. بعدين اذا هو طلب منك نصائح وحلول عطيه، ممكن يكون مثل ما تفضلتي الحل او الشيء الوحيد اللي انا بحاجته، بحاجه اني اعبر عن مشاعري. احيانا نحن مدركين المشكله طبعاً، مدركين الحل، ومدركين شو الخطوات اللي بدنا نعملها، بس الضغط الشعوري يلي جوانا بحاجة إنه نحن نطالعه ونعبر عنه، واللي قدامنا يسمعنا بسلام بدون أحكام علينا، بدون ما يحاول يحسسنا إنه أنت شو عم تحكي أو نحن غلطانين. يعني طيب تماما. أستاذي آلاء، النصيحة الأهم هون بمناسبة كلامي إنه إذا نحن ما لقينا حدا مين يسمعنا، أو شخص متعرض لحالة ما لقى حدا مين نعم. يسمعه، وخصوصا كمان الأطفال، شو ممكن هون التصرف بهاي الحالة؟ طيب هلأ إذا بدي أحكي على الأطفال، فهون المسؤول هو المشرف على حالة الطفل. كتير مهم أنه يلجأ فيه لأخصائي إذا هو مو قادر يسمعه، أو الطفل ما قادر يتجاوب معه. زائد أنه في شغلة مهمة، بنسمح للطفل أنه نعطيه ورق أبيض ونسمح له أنه يعبر عن برسم، بشخبرة، بأي شيء، فرغ هذا الشعور. هذا الشيء كتير طبيعي، ولكن كتير مهم أنه نلجأ فيه لأخصائي، لأنه حالات الأطفال حالات حساسة. ثم أنه أنت مثل البذرة تبع الشجرة، يعني اليوم أنت هذا منشأ كبير لقدام، بينما إذا أنا حدا كبير وبدي أتعامل مع مشاعري وما بدي أحكي لحدا ومو قادر أحكي لحدا، كتير مهم أني أجيب ورقة وقلم، أكتب كل الشيء اللي أنا حاسه، أعبر عن مشاعري بكل حرية، طلعها. إذا حاسس أنه بدي أبكي فأبكي، بس عبرت عن هاي المشاعر، هاي الورقة بإمكاني أني أنا أحرقها بعد منها. أو إذا كان حابب أتعامل معها بتقنية أكبر، أني أشوف عدد المشاعر اللي أنا شاعرة، وشوف شو هو الشيء اللي ممكن أنا أستبدل فيه هذا الشعور. فإذا أنا هلأ عم بشعر بحزن، شوف شو الأشياء اللي بتخليني أفرح وجرب أعملها. فهيك ببدأ أنه أنا ساعدت حالي شوي. تمام. بس خلينا نكون واقعيين، اليوم كتير من الأشخاص يمكن بتخجل أنه تروح لعند الأخصائي النفسي. نعم. ما عندها هي الثقافة اليوم أنه ممكن تحكي لحدا خارج عيلة. ده اليوم نحن لازم نوعي هذول الأشخاص، إن كانوا أطفال أو كبار بالعمر، إنه عادي، مو غلط الواحد يروح يشكي يفرغ الكبت يلي عم يعيشه. كتير مهم نعرف إنه الأخصائي يعني هو المشكلة السائدة عنا، فكرة إنه أنا إذا رحت عند أخصائي نفسي وأنا حيعتبر إني أنا مريض. تمام. للأسف يعني نظرة المجتمع اليوم. تمام. علما إنه المرض العقلي هو شيء مختلف تماما عن المرض النفسي. المرض النفسي تماما مثله مثل لما أنا برشة، فهل أنا
هل أنا حكون خجلان من إني أنا مرشح؟ لا، كلياتنا متأذى بمشاعرنا، وخاصة بالظروف الراهنة مع الظروف عم تتكرر فيها أحداث مؤلمة يعني عشناها هالسنة تحديدا. فما فيني أقول أنه أنا ما أشعر مشاعر ألم. فإذا نحن الأخصائي دوره هو الحدا يلي لح يسمعك، يلي لح يفرجيك وين خلينا نقول جذر المشكلة عندك، يلي حيساعدك تحلل هاي المشكلة، ويلي حيحطيك مخطط حلول تمشي عليه بكل سهولة ويسر، وحتمشي فيه مع حالك، وهو بالنهاية حدا يسعى معك لأنك أنت تكون بصحة نفسية جيدة لتكون عايش باتزان وسعادة بهاي الحياة. أكيد بالختام بدنا نتشكرك أستاذة آلاء، وإن شاء الله هيك يكونوا الجميع استفادوا من نصائحك. ما رح زيد شيء على نصائحك لأنه جدا قيمة، ولازم عن جد أنه نلتزم فيها لحتى نخفف هذا الستريس والضغط النفسي، حتى لو ما شعرنا بالألم نتيجة هاي الظروف يلي عم نعيشها. شكرا لك. شكرا كثير لكم. أكيد بالختام الأستاذة آلاء الدغستاني أخصائية نفسية واجتماعية، بدنا نتشكرك كثير ولكل المعلومات المهمة يلي قدمتيها، نورتي صباحنا. شكرا كثير لكم.